كلمة قادمة للأخ الدكتور محمد فقير. أشكر منظومة الشباب الاتحادية على قيام لنا هذا الحشد من الوجوه النيرة من الرجال جاهدوا الله جاهدوا في الله حق جهاده وصدقوا مع الله سبحانه وتعالى. كذلك أشكر أسرة الشيخ حسن الدرابي الذين هيئوا لنا هذا المجلس كذلك. وليس غريبا أن يجتمع هذا الجمع في بيت الشيخ الكريم، فهو رجل داعية للوحدة، جمع الناس في حياته الحيرة وجمع كل السودانيين على منهج الله سبحانه وتعالى. فليس غريبا حتى في موته أن يجتمع جميع وجهاء واتجاهات الإسلاميين في بيته مرة أخرى يبحثون عن الطريق من جديد تجديدا للدعوة وتجديد الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. 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 الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. والشيخ حسن الترابي كان في ذلك غريب الوجه واليد واللسان عندما بدأت دعوته إلى تغيير الحياة العامة. وكان الفكرة في ذلك كانت غريبة في ذلك الوقت. لذلك ابتدى الشيخ حسن الترابي وربما يعني الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ربما استغرب الناس كثيرا كيف كان الشيخ حسن الترابي يغير من واجهة التنظيم. ابتدأ مع جبهة الميثاق ثم الحركة الإسلامية ثم المؤتمر الوطني ثم المؤتمر الشعبي، وها هو الآن نحن الآن نقف على مفترق طرق من جديد بغير حضوره الكريم. لعل في دعوته وفي جهاده وفي تجربته ما ينير لنا غامض طريق المستقبل. فالشيخ عليه رحمة الله لم يكن يصدر يعني عن غير ضابط في وجهته، فهو في ذلك إنما يصدر عن فكرة التوحيد، توحيد كل الحياة لله سبحانه وتعالى. لذلك كان ينبغي أن يجتمع كل السودانيين، كل السودانيين على مقتضى التوحيد، نجتمع على وطننا السودان وطنا واحدا يجمع كل الألسنة والوجوه. وفي ذلك يخطط طريقا ربما لم تعرفه السياسة السودانية، فهو الذي شرع فكرة اللامركزية السياسية كونها الوحيدة التي يمكن أن تجمع جميع أهل السودان على قبلة التوحيد وعلى فكرة الوطن الواحد وعلى فكرة المواطنة المتساوية بدعوة من الدين نفسه وعلى أساس العقيدة الإسلامية. وليس غريبا عنها كما يحاول بعض العلمانيين القول الآن أن المواطنة والدين لا يلتقيان أبدا، وهو في ذلك عندما خط لما يسمى الحركة الإسلامية ودرب لها الكوادر وجهز وأعد لها الإعداد وجعلها تنظيما ضخما، لم يكن يقصد في ذلك أن يحتكر كل السلطة في السودان لهذه لمسمى تنظيم الحركة الإسلامية، إنما كان يقصد أن تكون هذه طليعة أولية تملك كل أهل السودان القدرة على مداولات السياسة والقدرة على تنظيم أنفسهم والقدرة على التفاعل مع قضايا الوطن. لذلك كان الترابي حريصا على أن تكون الحركة الإسلامية تذوب في كل المجتمع السوداني. لذلك نجد في كل السودان الآن من يسمي نفسه إسلاميا، في كل السودان الآن تجد إسلامي الهوى حتى ولو ينتظم في منتظم سياسي كمسمى المؤتمر الوطني مثلا سابقا أو المؤتمر الشعبي، لكنهم موجودون وحاضرون، هذا هو الوجدان الإسلامي الذي ننشده. كذلك قضايا وشعارات الحركة الإسلامية جميعها الآن يعرفها المجتمع السوداني. عندما جاءت حكومة قحط، هذه الحكومة التي حاولت أن تفرض على المجتمع علمانيتها الواضحة
رفضها المجتمع، لم يرفضها الإسلاميون وحدهم، إنما انتفض كل المجتمع ضدا على هذا المنهج الغريب. حتى قضايا التربية الإسلامية، قضايا التربية والمناهج في المدارس تصدى لها المجتمع السوداني. هذا المجتمع الآن ينتظرنا ويعرف تماما أنه لا يستطيع أن ينفصم عن عرى الشريعة الإسلامية، لكنه ينتظر أن ينتظم من جديد في عقد جديد، ولعل في فكرة ما أو مسمى المنظومة الخائفة ما يكون هاديا لنا في مستقبلنا القريب. فالمنظومة الخائفة ليس القصد منها أن يجتمع الإسلاميون وحدهم كتلة عن سائر الناس، وإنما القصد أن ننداح في كل هذا المجتمع، ويتقدم المجتمع وتتقدم قيادات المجتمع المعروفة ويتحملون مسؤوليتهم تجاه هذا الدين. هذا الدين ليس حكرا على الحركة الإسلامية وليس على الإسلاميين، ولا يمكن للإسلاميين أن يكونوا طائفة جديدة تكون تقعد بالإسلام بدلا من أن تنهض به. وهذه إحدى أخطر قضايا الإسلام الحركي، أن نقعد بتاريخنا وكسبنا وبرجالاتنا عن تحديات الجديد. ولعل الآن الواجب الآن يقتضي أن ننتفض من جديد، فقد انتهى القديم. وهذه بالنسبة لي قضية واضحة لا تقبل الجدل، كل التجربة هذه بكل رجالاتها وبكل تاريخها انتهت. ونسأل الله سبحانه وتعالى تقبل من الذين مضوا ومن الذين يقعدوا الآن على شيوخا لدينا، لكن نسأل الله أن يتقبل منهم. الآن المرحلة تقتضي الجديد، تقتضي قيادات جديدة وأفكارا جديدة ومرحلة جديدة نستطيع فيها أن نواجه تحديات المستقبل. أما إذا انتظرنا من ذات الناس الذين انتهت بهم التجربة إلى هذا الشكل الذي رأيناه، سننتهي إلى مآل سيء. وهذه عاقبة وسنن في التاريخ نراها في كل المجتمعات من حولنا وكل التجارب التاريخية من حولنا. لا يمكن للذين يعني انتهت بهم التجربة إلى فشل أن ينتهوا بنا إلى نجاح جديد. هذا قول فصل يعني، ولا يحتاج منا إلى نقاش. وأعتقد أن الشباب عليهم أن يتحملوا مسؤوليتهم الآن. الانتظار تحت مسمى قيادات وشيوخ سيفعلون وسيفعلون، هذا انتظار كما انتظار المهدي وكما انتظار المسيح. الآن التجربة والتحدي يقتضي من الشباب أن ينتفض وأن يعلن قيادته، أن يبرز إلى هذه التحديات ويضحي التضحيات كما ضحى الذين من قبل. الشيخ الترابي ومن وجاله وقرائنه ضحوا تضحية كبيرة مهما كانت التجربة نهاياتها، ولكنهم ضحوا وقدموا تجربتهم. الآن مطلوب من الجيل الشاب أن يمضي إلى في ذات الطريق وأن يقدم يعني تجربته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نقتدي بخطايا ويعني نتائج التجربة السابقة، لأنها قدمت لنا الكثير وأضاعت لنا الكثير. إذا انتهينا إلى مسميات وأشكال تاريخية سنبقى في ذات الأشكال وستجاوزنا الزمن. هذا قول التاريخ وهذه سنة الله سبحانه وتعالى، ولن تجد لسنة الله تبديلا. والسلام عليكم ورحمة الله.